وعلى آله وصحبه رضوان الله تعالى عليكم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمال وفد الله يدعوه أجابه إن استغفروا وغفر لهم. فيا رئيس هذه الحملة المباركة ورئيس هيئة التحكيم والأخ المقدم البارع، الزملائي الأفاضل وإخواني الطلاب وحضرات المستعين الكرام، أحييكم تحية طيبة مباركة. ثم أشكر جمعية الطلاب المدنية. أيها الحاضرون، أريد أن ألقي أمامكم خطبة مباجزة حول موضوع فضائل الحج وأهميته، سألقوا منها شيئا إن شاء الله تعالى. أيها الحاضرون، الحج لغة القصد، وفي الشرع هو زيادة مطاع مخصوص بفعل مخصوص في أشهر الحج، في قوله تعالى: الحج أشهر معلومة. أيها الأحباب، الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، فرض الله سبحانه وتعالى على المسلم المستطيع كما علمنا في الآية المقروءة: ولا يزال الناس يحجون منذ وفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. القواعد من البيت: وأذن بالناس بالحج كما أمره ربه عز وجل إلى يومنا هذا. ولا ينقطع الناس ولا ينقطع الحج طالما على الأرض مؤمنون. فإذا قضى الله أرواح المؤمنين ولم يبق على ظهر الأرض إلا شرار الخلق الذي تطلبهم الساعة وهم أحياء، توقف سبيل الحج إلى بيت الله الحرام. أيها الحاضرون، فلما نقل القرآن وطالع كتب الأحاديث وجدنا حافلة بفضائل الحج وأهميته، سألت منها شيئا. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم وما ذكره كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى في آية أخرى: وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها الأحباء، أيضا نطق به الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم عمن لا يحج وهو مستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يفعله من الحج هذا زاهد أو سلطان أو سلطان حارس أو رب حارس، فليمت إن شاء يهودي كإن شاء نصرانيا. أيها الحاضرون، قد امتلت الأحاديث بفضائل الحج. أذكر منها حديثين صحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الأحباء، الآيات والأحاديث المذكور تدل على قضاء الحج وأهميته، كما تدل على العذاب من لم يفعله رغم أنه من صواحب الغنى. أيها الأحباء، قد اختتم الوقت المحدد، فعلي أن ننسي من الفطارة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام.